السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. انتقد القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى والبدر الدين قرار التعديل الدستوري المرتقب إجراؤه عن طريق البرلمان واصفا إياه بغير الشرعي. وقال البدر الدين خلال مهرجان نظمه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن التعديلات المرتقبة للدستور غير شرعية لأنه لم يحصل اتفاق بشأنها، وإن إحدى غرف البرلمان ليست شرعية لأنها تجاوزت فترتها القانونية. نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية ندوة في نواكشوط بحثت موضوع دلالات ومآلات الرهانات السياسية وتعديلات الدستورية في موريتانيا. الندوة شارك فيها عدد من الدبلوماسيين وقادة بعض الأحزاب السياسية إضافة إلى بعض الباحثين والأكاديميين. غادر الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي العاصمة بانجول متوجها إلى غينيا الاستوائية للجوء فيها. وتأتي مغادرة جامي بعد مفاوضات ثنائية معه من طرف موريتانيا وغينيا توصلت إلى تنحيه عن السلطة مقابل عدم الملاحقة وعدم تجميد أرصدته البنكية. أشادت عدد من الأحزاب السياسية في موريتانيا بالوساطة الثنائية التي قادها الرئيسان الموريتاني محمد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي، وأدت إلى قبول الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي بالتنحي عن السلطة. اعتبرت الأحزاب السياسية في بيانات صادرة عنها أن الوساطة الموريتانية تمكنت من تجنيب غامبيا مخاطر التدخل العسكري فيها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.